لشخصك من منك انت الطبقه انت تفصلها، الميزان انت تضربه، النغمه انت تعملها، انت تزين، انت تبنن، انت تعمل حاجات اللي تخلي يقول هذا اه فهمت شو يعني اضافه هذيك فهمت شو الكل متكلف بها الشيخ نتاع السلميه اللي هو البارز في وسطه فهمت شو لا هذه الكل فهمت شو لا قاعد مره من المرات فهمت شو لا لحنت اغنيه انا حتى كي تحب نقول حتى المذهب نتاعي شو نحب اكيد اكيد اهلا وسهلا باطلي الخضرا تترحب بقدومك بنقي بزعيم الخضرا دن 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 نغمة نتاعها تسمى رمل المية بديت انا هذه هذه غنيتها له واحنا في يجرب فينا في في المكتب اللي نبيتوا فيه قال شنو النغمه نتاعها اول ما بدا يعرفنا قال شنو النغمه نتاعها قلت له حسن رمل الماية قال لي صحيح مدخل البيت شنو قلت له والله يا سي صالح باش نقول لك نعرف الطباع اللي هو طباع نعرف ما تعرفش اللي يقول لك والله نعرفه بالوجه بالضبط يسمى الاصبهين البيت عملها في الاصبهين من الاصبهين واللي نرجع انا رمل المية هذاك الواحد رمل المية قلت له والله راهو كيفك اللي عبد تقول له تعرفوش يقول له نعرفو بلوجي بنعرفوش قد قد اما راهو نغمة اخرى البيت عملها في نغمة اخرى انا قال لي هذه ما رايت تتسمى لأصبهين فهمت الله يرحمه من وقتها فهمت شو حتى وليت كيف ساعة ساعة تواتي باش نهبط لتونس يمشي له حتى البيرو والله كان يفرح بي ويستقبلني كأني موش وزير موش كاتب دولة ولا ما هذا عرض هو ياسر فنان يعرف هو معرض هذا ياسر ويفرح والله كبير نتاعه قد هذا يمكن باربع ولا خمس مرات من غادي يمشي والله صريح من البير نتاعه ويعرضني غادي وانا في مشوار داخل نقعد ونتناقشوا ونتحدثوا هذه هكا عملت هكا سي صالح هذه هكا هذه هكا يقول لي تعرف كيفاش حاجه اللي تقول لك عليه وضمك اللي تقول لك عليه هذاك هو صحيح عام وراه هذيك صحيح هذيك ثقة هذيك ثقة والله كأنكم تصنتوا فيه هو فهمت شو أنت عندك وظنك فنانة ياسر والذوق ياسر وتصفي بين كذا وكذا فهمت شو لهذا اللي أنت رايح يشب فيه فهمت شو راه هو قد قد هذاك صالح المندي يوصل يقول الحاج شقرون يقول الكلام هذا معناها ثقة كبيرة برشا في ياسر. قيمته الفنية معنا فهمت صالح المهدي مش معناته استئناسا براي بورقيبة فيه لا 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 هو خيده هو خد قامة من القامات هو يعني قامة فني شنو هو هو زيتوني زاد راهو اي تدين فوق اللي تصور هو زاد دكتور دكتور صالح المهدي عاد وقت اللي نظلوا فهمت شو انا نخدموا حتى نعاود لك مثلا في وقت اللي انا عاد مجد بن سعد في المعركة هذيك يتفرج فينا وقاعد يراي يتفرج فهمت شو كيفاش نقلب كيفاش نعمل كيفاش نزين بالطباع هذا لهذا او نمسوا مسان ونتعدى مش لازم باش نشدوا نخضخضوا هكا الطباع يعني دوب الله هذيك القوة هذيك القوة في التصرف في التصرف يلعب بالمقامات في التصرف يلعب بالمقامات ما صوت كاين صوتي حاجة أخرى 10% ما طعم ما شاء الله ولا سلام زاد الحق ضرب مش تعرف قيمة الأستاذ صالح المهدي الله يرحمه يعني كيف نقولوا النشيد نتاع الا خلي دي هو النشيد الاولاني النشيد الاول هو اللي كان هو اللي كان لحن ولحن زاد للامم المتحده زاد انا ويعني القيمه نتاعو تجاوزت الحدود نتاع الوطن الا خلي دي النشيد الاولاني 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 الا خلي دي ديما الغوالي جهاد الوطن ايوه هو سيدي الحضري لا نبالي باقصى المحن جهاد تحلى بنصر المقيم على الظالمين على الغاصبين طغاة الزمن نخوض اللهيب بروح الحبيب زعيم الوطن لحن صالح المهدي الله يرحمه كانت مش هي بروح الحبيب هو غيرها يسمع الكلمه بلاصتها درشنيه قالوا لا بروح الحبيب زعيم هو اللي قال كما قال لي قال لي ليا مره في انشوده نتاع واحد نتاع بزارة المجيدة هذا عيدك أصبحت سعيدة رجع لك مجد ها رجعتي مجدك كنت في المبدأ هكا عم صالح سلطان الله يرحمه ومتاعه هم قال لي بزارة رجعت مجدها وحدها مش رجعتي رجالك هو رجالك هو رجيبة رجع المجد البنزرت ومعقول ليه ما هو ما شنو
بقى ومن وقتها عاد اللي ما عاد شايل. اي ممكن زاد صالح المهدي زاد يعني هو وراء بروز برشا اسماء كبيره كيما شنو زاد؟ كيما نعمه عليا سوريا صفية شهميه ما شاء الله الاسماء الكبيره قبل خدموا برشا قدامه برشا حتى صريحه زاد لحنلها صالح المهدي وكنت صريحه شددت الكف في كل شدتين ومنك رجوت اللطف في كل نائب أنت ملاذي وأنت ملاذي والأنام بمعزل وأنت ملاذي والأنام بمعزل وهل مستحيل في الرجاء كواجب رضي صلي عني بقربة فحقق رجائي فيك يا ربي واكفني أصبعي فحقق رجائي فيك يا ربي واكفني شماتة عدو شماتة عدو أو إساءة صاحبي زاد النبي والسلام عليك الصلاة يا عشقين رسول الله صلوا عليه زاد النبي وفرح نبي والصلاة عليه يا عشقين رسول